FM. الكلمة ليك. تنبيه أهم هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية، جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بين وبين الواقع. فرامي مش بالعاني. عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن إعجابه الشديد بمساعي إيمان الشريف الحثيثة لإرساء السلام بين مريم بن ملاهم ومريم بن شعبان، هذا وقد بارك الصلح الذي حصل بينهما وتوسطت فيه الشريف، معبرا عن تفكير مجلس الأمن بجدية في إرسال إيمان كمبعوثة الأمم المتحدة لإرساء السلام في سوريا. أكد شهد عيان أن الكلبة التي تم اغتصابها كانت تمشي وحيدة في وقت متأخر، ترتدي ملابس مثيرة تحرك شهوة الرجال. بعد تصريح لطفي العماري الذي قال فيه تونس متكي على صوارخ تنسف الدول، المئات والمئات من المواطنين يحملون بالا وبيوش ويقومون بالتنقيب عن الصواريخ. قال هشام رستم في حوار حصري مع مراسلنا شرف العطروس أنه تعرض للاعتداء بالعنف الشديد من طرف منسقة مهرجان الروحانيات التي قامت بضربه بوجهها على يده وأنه سيتتبعها عدليا. ختاما قال محمود البارودي أنه اعتزم تأسيس حزب شلابق للناس اللي تضرب بالكف رفقة الفنان هشام رستم. هذا وأضاف البارودي من غير المعقول أن يتهجم الإعلام في كل مرة على مشهور قام بصفع مواطن. كابتن الكلمة ليك.